الخط العربي بدأ معايا بمقاومة الاحتلال في بورسعيد. كنا أطفال في حدود 5 سنين قبل ما أخش مدرسة أو أي حاجة، فكنا أطفال وكان في ناس مجاهدين وكانت بورسعيد محتلة. الكلام ده سنة 47 مش 56 نهار بورسعيد. فكنا نروح نهاجم الأماكن بتاعتهم اللي هي فيها الأكل والحاجات دي، مخازن. فكنا العدد بيبقى كبير كتير، يعني مدرستين ثلاثة كان بيلمهم شهيدنا بالمنصور، ونروح نخرب الحاجات دي ونطلع الحاجات نرميها بره، الناس تيجي تاخدها المعلبات والحاجات دي وبتاع. وبعدين بدأوا يتقبض علينا، تحط في السجن عيال صغيرة نروح عاملينها تاني. فبعد كده احنا يعني مش عايزين حد اللي شغالين عندهم مصريين مش عايزينهم يوصلوا عندهم. فبدل ما نكسر ونعمل الحاجات دي اتكسرت واتعملت من تاني واتسجلنا، فعملنا بقى ايه، قلنا دول ما نخليش حد يوصل عندهم. ففي طريق بيوصل على عندهم الموظفين المصريين كل اللي بيشتغل عندهم، فبقينا نحجزهم بالطوب والحاجات دي ونرجعهم، مفيش حد يقدر يخش عشان يروح شغله. برضو الحكومة بدأت يعني تبعت لنا حد يقبض علينا وحاجات زي كده. فنعمل ايه، كان في غارات، الغارة بتحصل فبنسمع ضباط الخطر دي، نقوم ايه كله يقفل ودهنين الازاز ازرق بالزهرة بتاعت الغسيل دي، دهنين وبتاعوا عشان ما تطلعش نور خالص. وكانت ايامها لمبات سهالة صغيرة خدت انا بقى الزهرة دي اللي هي اللي بندهن بها الازاز، وفكرنا ان احنا نكتب شعارات ضد اللي رايح يشتغل. فكتبنا، كنت لسه طبعا لا قراية ولا كتابة، فكتبت لي على ورقة، كنت انا الوحيد اللي عاوز انا اكتب، ليه عايز اكتب اشوفها واكتب منها. فكتبنا: من يتعاون مع الاستعمار له الموت، ما حدش يشتغل عندهم. فكان معايا اخو محمد الاكبر مني، راح حتى خطاط كتبها له، وبقيت نقلتها وبقيت اكتبها. فحبيت ان انا اصلح خطي، بقيت اخد عناوين الجرايد، كان زمان بقى بالخط الحلو العناوين دي، واقلد كلمة السين والعين والحاجات دي عشان ايه اطلع منها حاجة. فبسرعة حصلت على كتاب تعليم الخط بين على عربية اللي هي اللي بتاعت الروبيكيا، لقيت كتاب خط ورحت شاريه. قعدت اتمرن عليه، محدش بيمرني، قعدت اتمرن بالنظر. وهو حكاية الخط العربي ده ان لازم يكون العين، الموهبة في العين، العين اللي بتلقط دي هي بتلقط الحاجة تصورها بالظبط. الحاجة التانية لو بنحب الحاجة اللي احنا بنعملها تتعمل بسرعة. فنقوم نعمل ايه بقى، بقيت اكتب وخطي اتصلح، واكتب وازيد وبتاع، بسرعة بقيت كويس في الكتابة. في ولد من زملاتي في المدرسة ابوه دهن اليافطه 6 متر على محلين كبار، اقول له: زميلي يا بابا يكتب دي. قال له: زميلك ايه؟
الاستاذ بتاعك المدرس؟ قال له لا ده زميلي. قال له زميلك في السنه اولى سنه ثانيه؟ قال له اه. قعد يقول له لا ده احنا هنجيب خطاط. قعد يعيط له مش عارف ايه. قال له طب اسمع هاته معاك وانت جاي بكره. فقال لي انا قلت لبابا انك انت اللي تكتب اليافطه تعالى معايا. فرحت انا بقى عيل صغير كده. قال لي انت يا بابا تعرف تطلع على اليافطه دي وتكتبها بالبويه؟ تعرف تقرا على السلم؟ قلت له اه. قال لي طب لو باظت؟ قلت له انت هتكتب ايه؟ قال لي محمد عبد العال المصري واولاده. قلت له طيب انا هطلع. قال لي هتكتبها بلون ايه؟ قلت له بالاحمر هي بيضة. قام قال لي طيب يعني لو باظت هتعمل فيها ايه؟ قلت له انا هكتب محمد. اوكي اكمل اكمل مش هكمل معايا الجاز هروح مسحها لك وتبقى زي كأن ما كانش في كتابه. قال لي انت جاهز يعني؟ وبعدين رحت جاي فرحان بقى ان انا اشتغل بقى يافطه. جبت بسرعه جبت السلم وجبت البويه والجاز معايا وطلعت على اليافطه. هو واقف تحتي بالظبط كده ومستني. وبتاني كتبت محمد. انا بركز قوي وانا من طريقه ما اكتب اشتغل بركز في الحاجه اللي انا بكتبها. فكتبت محمد وبقول له ايه اكمل؟ قال لي كمل ايه ده المحل اتعرف من غير ما اكمل. بص وراك. ببص ورايا لقيت ايه ميدان التحرير في بتاع يوم ما احتلوه في يناير كان 57 وكانوا كان في انشاء مدرسه خط عربي واللي هينشئوها كانوا ماشيين بيكتبهم تقدم لمدارس تحسين الخطوط وانا بعمل جداريات على الحيطان معركة بورسعيد رسم وكتابة. فكان عليا ناس كتير بتتفرج طفل صغير بيعمل كل ده يعني برسم البروشتات والسماء والضرب والحاجات دي على مقاس كبير جدا والشيخ عامله ماسك عصاية البتاع بتاعته وست بايد الهون. فمتعاطفين معايا بتوع طنطا. فجت بقى المدرسه اللي هتفتح دي واتعرف عليا اللي هيعملها وبقيت اقابله وبتاع. وبعدين جالي بقى شغل اكتب يفط هناك ببلاش بفلوس يعني. فبدأت أكتب فيقول لي مثلا أقول له بآلة الإخلاص. أقول له لو كتبتها بآلة بورسعيد مش هاخد منك فلوس خليها بورسعيد. أنا حاليا التلميذ والأستاذ. مين التلميذ؟ مصعد قدير. ومين الأستاذ؟ مصعد قدير. إزاي؟ بكتب كتابة تاني يوم اصححها ابص لها اصححها الاقي فيها حاجه اسيبها واعمل حاجه جديده وحاجه جديده وقتها مظبوطه. تاني يوم مش عجباني بصحح بقى على نفسي. ففضلت حياتي بان انا لسه ما وصلتش الى الان. فتيجي تبص تلاقي تقولي لي احسن لوحه ولا لوحه؟ اللوحات بتاعتي ولا لوحه. ليه؟ كله شايف فيه حاجه كله مطلع فيه اخطاء بس احسن من غيري وسابق غيري وتعرفت عن غيري. انما وما اوتيتم من العلم الا قليلا دي تفضل موجوده على طول.